في تقديم صفقاته الجديدة اللي أقيم اليوم، وبعدها نكمل أخبارنا، خليكم معنا. معايير الصفقات حصل شراكة ما بين إدارة الكورة والمدير الفني، لان يعني مفيش حد بيشتغل لوحده، احنا بنشتغل هو حتى الراجل نفسه. في كلمه دايما هو بيحب يقولها في الشغل، ما بيحبش يقول انا، ما بيحبش حد تاني يقول عن نفسه انا. احنا دايما بنتكلم في كوره بصفه الجماعه، بنقول احنا. فاحنا كاداره كوره مع الجهاز الفني كنا بنشتغل على الاحتياجات بتاعتنا. في احتياجات كانت بتظهر من وقت للتاني، الراجل جه في شهر 3، الموسم خلص في 30/8، حصل مستجدات كتيره جدا، غيرنا افكار كتيره جدا كانت عندنا. الشباب اللي لعبت ما كانتش لعبت لحد ماتش الاهلي في شهر 7. يعني الكواليس الصفقات من الزمالك كان موقوف له فترتين، ما كانش سر حربي، وانا كنت بطلع اقول كده، ده ما كانش سر حربي ان احنا نقول مين جاي ومين ماشي. انا كنت حابب احافظ على الفرقه، كنتش بقول اعداد مين لعيبه جايه، لان اللعيبه اذكياء بتبقى عارفه يعني تحسب، اول ما تسمع رقم هتعرف المراكز اللي هتبقى موجوده. كنت دايما بحاول مع المدير الفني ان احنا نخلق لهم دافع، ان احنا نحسس اللعيبه اللي موجوده ان لحد اخر لحظه كل لعيب مصيره بايده، مستقبله بايده في نادي الزمالك. كنا شايفين ان احنا اهم من الفضول بتاع المشجع او الاعلام ان هو يبقى عارف الانتدابات مين جاي ومين ماشي. كان عندنا هدف اكبر ان احنا نحارب على الدوري وعلى الكاس، ويمكن الناس كلها كانت شايفه ان احنا بعيد، لكن كل حاجه لما بتحصل في وقتها بتحصل صح وبيبقى ليها طعم، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الدوري والكاس. في البدايه انا حابب يعني ارحب باللعيبه كانهم النهارده اول يوم، لان ظروف المسابقه في مصر خلت ناس تلعب وناس ما تلعبش، و فترة كانت طويلة جدا على ان احنا نبقى بنخلص، وطبعا كمان كاس لوسيدي ودور ال 64 ودور ال 32. فاحنا هنعتبر ان هو اول يوم ليهم النهارده في النادي، انا برحب بيهم كلهم، برحب بيهم كلهم في نادي الزمالك، وان شاء الله يكونوا على قد المسؤولية ويكونوا على قد طموحات الجمهور. وفرقه كسبت دوري وكاس في ظروف صعبه جدا، لعيبه دخلت عليهم تساعدهم، دخلت عليهم تعمل اضافات. الحمد لله كميركات وكصفقات من اقوى الصفقات يعني اللي حصلت في الانديه السنه دي في مصر، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى اضافه. يمكن السنه اللي فاتت الحمد لله النادي قدر ياخد بطولات بلعيبه كبيره وبلعيبه شباب، فان شاء الله نبقى اضافه ونكمل ان شاء الله على اللي هم بنوه يعني السنين اللي فاتوا باذن الله. مبسوط طبعا ان انا رياضي نادي الزمالك تاني، وان شاء الله اكون يعني اضافه. بشكر طبعا الاستشاري المحترم منصور والاستاذ امير، فتعبوا كتير بصراحه، وان شاء الله الصفقات الموجوده دلوقتي تكون اضافه للفرقه. احنا جايين نساعد الفريق، والسنه اللي فاتت خدنا دوري وكاس، ف ان شاء الله السنه دي برضو نقدر نحقق حاجه كويسه مع الفريق، كل دفعه قويه ليهم، ودايما جايين نساعد، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه. مبسوطه بالجيش نادي الفارغ الكبير الحمد لله، وان شاء الله كنتمنى نقدم اضافه كبيره ان شاء الله لهذا العام. والاهم من مجيء هنايا هو ان شاء الله نفوز بالقاب العام اللي عندنا لاعبين عليها ان شاء الله، فوزوا بها مجموعين ونتمنوا الخير ان شاء الله. بشكر سياده المستشار استاذ امير على المجهود اللي عملوه معانا، وان شاء الله نبقى اضافه قويه للفريق، وان شاء الله نقدر نحقق بطولات السنه. الشرف ليا اني اجي نادي الزمالك، وكنت مستني الخطوه دي من زمان، والحمد لله ده يعني
تنمي من الاحلام اللي هو بيتحقق. احنا كنا محتاجين صفقات كتيرة جدا علشان في كل مركز مستر فيريرا عايز يدعم الفرقة، وهو اللي قال انا عايز في المركز ده، في المركز ده واحد او اتنين زي ما امير قال كده. فاحنا اصلا عرضنا عليه حوالي اكتر من 25 لاعب، هو اختار بنفسه بعد ما شاب عينيه المراكز الكويسة اللي هو اللعيب بيلعب فيها، قال انا عايز ده وده وده وده. إذا كان فلوسهم توافق النادي وإذا كان هم عايزين رغبة إن هم يجي يلعبوا عندنا، اتفقوا مع ده واتفقوا مع ده واتفقوا، وفعلا اتفقنا وجت صفقات. كانت كنا محتاجين، إن عدم القيد سنتين خلى إن لعبنا بمجهود قوي جدا جدا. لسه صفقات ما شاء الله كل يوم هي بتزيد، شفنا الوردي ما شاء الله، شفنا عمر جابر لسه الممتنع، شفنا ضاي بيحرز أهداف ويوصل لجول كتير، وإن شاء الله بإذن الله كل الناس تلعب، وباذن الله ان شاء الله يبقوا ينسجموا مع بعض مع الكوكبه الجميله اللي عندنا السنه اللي فاتت اللي ساعدتنا مع الشباب. ان شاء الله يكون في ما فيش مشكله عند مستر فيريرا ان هو يبقى عنده ال 11 والسبعه البدلاء جاهزين. طول عمر الزمالك والاهلي بيلعبوا السوبر، طول عمر الزمالك والاهلي ماتش القمه، طول عمر الزمالك والاهلي بيلعبوا بره، فهو المباراه خارج ارضنا، فنتمنى ان يكون المباراه جميله تبين الوطن العربي كله ان الاهلي الزمالك والاهلي اصلا شرف لاي دوله تستضيفه.